خلونا دلوقتي بقى نروح لأخبار نبض 100 عقبة، وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره مصر للبترول بنتيجة 5-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين امبارح يوم الأربعاء على صالة النادي ضمن طبعا استعدادات الفريق للموسم الجديد. أكد كابتن حسن الحصري المدير الفني للزمالك إن الفريق قدم مباراة قوية، وأشار كمان إلى أن الجهاز الفني بيركز خلال المباريات الودية على حالة اللاعبين الفنية كمان الحالة البدنية طبعا قبل انطلاق الموسم الجديد. فاز فريق الشباب لكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عام على نظيره أكتوبر بنتيجة أشواط 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين يوم الأربع الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات الدور الأول لبطولة الجيزة. وبيستعد شباب الطائرة لمواجهة نظيره صيد أكتوبر المقرر لها يوم السبت اللي جاي بملاعب نادي الترسانة. أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم 2021-2022 واللي أجراها الاتحاد المصري لكرة اليد امبارح يوم الأربع عن تجنب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك خوض مواجهة دوري ال 32 دور ال 32 على أن يكون ظهوره الأول في دور ال 16 للبطولة، ومن المقرر أن يواجه كوماندوز اليد في دور ال 16 الفائز من فريق أكاديمية تشامبيون وفريق طما يوم 5 فبراير 2022. طبعا كوماندو زياد الزمالك افتتح الموسم بقوه بالتتويج بلقب السوبر الافريقي لكره اليد طبعا على حساب النادي الاهلي قبل ما يشارك في كاس العالم للانديه بالسعوديه ويحرز المركز الخامس.